ماذا تعرف عن الفهرنهايت؟ أول مقياس حرارة دقيق. في سنة 1714 كشف دانييل جابرييل فهرنهايت، الفيزيائي الهولندي المولد والمخترع وصانع الأدوات العلمية، عن مقياس حرارة يعتمد على الزئبق. والزئبق معدن سائل يتمدد ويتقلص بناء على درجة الحرارة المحيطة. عندما وضع فهرنهايت الزئبق في الأنبوب المغلق مميز بمقياس مرقم، رأى الزئبق يرتفع وينخفض عندما تعرض لدرجة حرارة مختلفة. وكان هذا أول مقياس حرارة عملي ودقيق معروف في العالم، وفقا للجمعية الملكية The Royal Society في المملكة المتحدة. استند فهرنهايت في اختراعه إلى مقياس الحرارة الذي يعتمد على الكحول للعالم الدنماركي أولي رومر. وصف رومر مقياس درجة الحرارة الخاصة به بعلامة الصفر حينما يتجمد المحلول الملحي، و60 درجة عند نقطة غليان الماء. إلا أن مقياس حرارة فهرنهايت كان أكثر دقة، فقد استخدم نفس النقاط المرجعية لحالة التجمد والغليان على مقياس رومر، لكنه ضاعف المقياس زيادة في الدقة لتصبح النقاط المرجعية الأربع على مقياس فهرنهايت هي الصفر عند درجة حرارة التجمد المحلول الملحي، و30 عند نقطة تجمد الماء العادي، و90 هي درجة حرارة الجسم، 240 هي نقطة غليان الماء. نشر فهرنهايت ورقة تصف مقياسه في دورية Philosophical Transactions في سنة 1724. وفي نفس العام تم ضم فهرنهايت إلى الجمعية الملكية الأكاديمية الوطنية للعلوم في المملكة المتحدة، وقد نتج عن زمالة الجمعية الملكية قبول خاص لمقياس الحرارة الخاص بفهرنهايت في إنجلترا، وبالتالي أيضا في أمريكا الشمالية والإمبراطورية البريطانية لاحقا. ويشار إلى أن نظام قياس فهرنهايت أحيانا كجزء من النظام الإمبراطوري البريطاني، لأنه سافر حول العالم مع الإمبراطورية البريطانية في ذلك الوقت. وبعد وفاة فهرنهايت في سنة 1736 تمت إعادة معايرة مقياس فهرنهايت لجعله أكثر دقة قليلا، حيث تم تحديد نقاط التجمد والغليان الدقيقة للماء العادي بدون الملح عند 32 و212 درجة فهرنهايت على التوالي. كما تم تحديد درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية عند 98.6 فهرنهايت، ويتم التعبير غالبا عن درجات الحرارة بالفهرنهايت كرقم متبوع ب F درجة، أو ببساطة F.